لو جينا لجزئية انه الوقت ده احتفالات والمراسم اللي كان بيعملها المصريين اثناء خروج كسوة الكعبة من مصر، وكان بتاخد وقت قد ايه وهي بتجوب مصر كده لحد ما بتوصل الاراضي، هو نظام ارض الحجاز ده 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 ده, ده, ده النظام ده متبع كل سنة منذ العصر المملوكي والعصر العثماني وعصر أسرة محمد علي حتى وقت قريب. موضوع الهودج والحاجات دي كلها والمزمار البلدي والطبل لا، كل ده عادات موجودة موروثة منذ ما قبل العصر المملوكي كمان، في توديع الحجاج وتجمعهم في منطقة بركة الحاج ثم الذهاب إلى السويس ومنها إلى العقبة ومنها إلى المدينة المنورة. كان بتاخد قد إيه وقت؟ لا يعني بتاخد لها ممكن يومين ثلاثة. هم جايبينه من بلدهم، ما هو جايبينه من بلده، ما كانش فيه وسيله مواصلات غير الحقيقه صح الجمل، هو فقالوا في طول الطريق بقى بيحتفلوا بيه.